السلام عليكم ورحمة الله، بونجور ا توس. الدرس اليوم غادي نشوفو أو لا غادي نتعلمو الأسماء ديال لي مرادي كورونت أو الأمراض الشائعة. الكلمة الأولى كلمة الحساسية، وهي لاليرجي أو أون أليرجي. لاليرجي بمعنى هي الحساسية. الحساسية هناك أنواع، طبعا كاين تقدر تكون حساسية الجلد، تقدر تكون حساسية للميكروبات في الهواء أو لا خلال فصل الربيع، هناك حساسية للحوايج كناكلوها إلى غير ذلك. إذا إذا بغيت نقول عندي حساسية أقول جو سوي أليرجيك دوبوي 30 أن، جو سوي أليرجيك دوبوي 30 أن، بمعنى أنا أعاني من الحساسية منذ 30 عاما. دونك جو سوي أليرجيك أو لا جي une allergie. Le diabète. Le diabète هو مرض شائع جدا، وهو مرض السكري، يعني الناس اللي عندهم السكر. Ma tante est diabétique. Ma tante est diabétique. عمتي مصابة بالسكر. وأستطيع أن أقول أيضا ma tante a le diabète. Elle a le diabète. أو أقول elle est diabétique. إما أستعمل الاسم اللي هو الديابيت او استعمل لاجيكتيف اللي هو ديابيتيك، فاقول ما طونت اي ديابيتيك. لازم وهو المرض اللي كنعرفوه كاملين، هو مرض الضيقه او الربو. الضيقه او الربو لازم. الي ازماتيك، الي ازماتيك او الى لازم. الي ازماتيك بمعنى انه مصاب بالربو. هنا طبعا كي يكون عندنا الربو نستعمل البخاخ كما كنشوفوا في الصوره، وهناك ادويه اخرى كيعطيها لنا الطبيب باش نعالجوا الضيقه. للاشاره فان الادويه المتوفره حاليا بالنسبه للازم ادويه جد فعاله، وممكن الانسان يعيش بدون اعراض جانبيه. سيتادير اون بو فيفر افيك لازم سون سيمبتوم، يا اوكان بروبليم. لا ميغرين. لا ميغرين معروفة في المجتمع المغربي بالشقيقة أو باللغة العربية الصداع النصفي. لا ميغرين، لا ميغرين. مامون دي كيلا لا ميغرين. مامون دي كيلا لا ميغرين. أو لا جي لا ميغرين. أو تويا لا ميغرين. مامون دي كيلا لا ميغرين. تقول أمي بأنها تعاني من الصداع النصفي. لانيمي. لانيمي وهو مرض أصبح شائعا، وهو مرض فقر الدم، وهو مرض صعب شيئا ما ويجب الاحتياط منه. Les aliments riches en fer et en vitamine B12 aident les adolescents à se protéger de l'anémie. Je reprends. Les aliments riches en fer et en vitamine B12 aide les adolescents à se protéger de l'anémie. بمعنى الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين B12 تساعد المراهقين على حماية أنفسهم من فقر الدم. إذا لكي أعبر عن هذا المرض إما أقول je suis anémique أو لا tu es anémique أو لا j'ai l'anémie. إذا كنستعمل le verbe avoir أو لا أقول أو بيان إذا استعملت le verbe avoir أضيف معه الاسم j'ai l'anémie. Il reste avec le verbe être, je suis anémique. Je suis anémique. L'amnésie, وهي كلمة شبيهة بانيمي غير هي عندها معنى آخر. L'amnésie وهو واحد نوع ديال فقدان الذاكرة والذي يكون بشكل مؤقت. فأقول مثلا الإنسان اللي كيعاني من هذا المرض، من هذا فقدان الذاكرة المؤقت، يقول مثلا mon père par exemple est amnésique. Il est amnésique أو il a l'amnésique. Et pardon, il a l'amnésie. Enfin, au carrer. Il est avec le verbe avoir, akoul, j'ai l'amnésie. Il est avec le verbe être, akoul, je suis amnésique. Voilà, akoul, j'ai amnésique. Je suis amnésique. Ou, il est avec le verbe avoir, akoul, il a l'amnésie. Ou, j'ai l'amnésie. Mon ami est devenu amnésique à cause des problèmes avec son patron. Mon ami est devenu amnésique à cause des problèmes avec son patron.
بمعنى أصيب صديقي بفقدان الذاكرة المؤقت بسبب مشاكل مع رئيسه. هذه حالة تقع بالفعل، أن الناس اللي كيعانوا من المشاكل مع لي باترون ديالهم، خاصة إذا كانوا مشاكل كثيرة، كيوقع واحد الضغط واللي كيقدر ينتج عليه هذا فقدان الذاكرة المؤقت. أنا عانيت واحد الحالة بهذا الشكل ولهذا السبب. دونك وإما أقول جو سوي أمنيزيك أو إلي أمنيزيك، أو أقول إلى لامنيزي. دونك لا مرضي تسمى لامنيزي، وهي مرض شائع أيضا حاليا. لو ستريس، لو ستريس معروف هو الضغط أو التوتر. الضغط أو التوتر. Je suis stressé, c'est pourquoi je fais des exercices de respiration profonde. Je suis stressé, c'est pourquoi je fais des exercices de respiration profonde. Donc, quand on est stressé, c'est bien de faire ce genre d'exercice de respiration profonde. La respiration profonde, بزاف الناس كيجهروا الدور ديالها وهي جد مهمة. يجب يوميا نديروا واحد شوية المشي. Un peu de marche, surtout quand la marche modérée va être meilleure, يعني la marche بواحد الشكل ماشي سريع ماشي ثقيل. وبالتالي في الاخير نديرو دي زيكزيرسيس دو ريسبيراسيون بروفوند، هما ساهلين، نقدروا نشوفوا في اليوتيوب غادي نلقاو الطريقه كيفاش نديرو لا ريسبيراسيون بروفوند، وهي جد جد مهمه واؤكد عليها. ليباتيت، وهي مرض خطير خطير نوعا ما، نطلب الله سبحانه وتعالى السلامة وأن يحفظنا من كل سوء. ليباتيت بمعنى هي التهاب الكبد، التهاب الكبد. Il est atteint de l'hépatite. Il est atteint de l'hépatite. لديه التهاب كبد. Bien sûr, l'hépatite فيها بزاف الأنواع، فيها A، فيها B، فيها C. Donc, أقول il est atteint de l'hépatite، أي لديه التهاب الكبد. ليبرتونسيون، وهي المرض الاكثر شيوعا، كنسمعوا بزاف الناس اللي يقول لك عنده طونسيون، هي سميتها ليبرتونسيون، هذا في حالات اذا كان عنده ضغط دم مرتفع، اذا فاقول ليبرتونسيون، ارتفاع ضغط مرتفع، ارتفاع ضغط دم مرتفع، عفوا، يعني يكون ضغط الدم مرتفعا، هنا كنسمي لا مالادي ليبرتونسيون، فاقول إلى دو ليبرتونسيون، إلى de l'hypertension، بمعنى لديه ارتفاع ضغط الدم. في حالة إذا كان عنده انخفاض ضغط الدم، ما كنبقاش نسميها ليبرتونسيون، كتو السمية ديالها ليبوتونسيون. ليبوتونسيون، نكرر، ليبوتونسيون، وتكتب بهذه الطريقة، بمعنى انخفاض ضغط الدم. De temps en temps je fais une hypotension. انا هاد الحاله تقع لي انا شخصيا من حين لاخر، اعاني من هاد ليبو طونسيون. دو طون زون طون جو في اون ايبو طونسيون، يكون لدي انخفاض ضغط دم من وقت لاخر. لو روم مرض يعرفه المغاربه جيدا، وبين قوسين وللمزاح فقط، هو المرض الذي نسميه مرض الشميت. الروم بمعنى الرواح، أو لا باللغة العربية الزكام. إذا كما قلنا، إذا بغيت نستعمل الفيرب إتر غادي نقول جو سوي أون رومي. جو سوي أون رومي كما كنشوف مكتوبة أمامي، جو سوي أون رومي. بصح إذا بغيت نستعمل الفيرب أفوار غادي نقول جي لو روم، جي لو روم، تو يا لو روم، إلا لو روم، إي أنسي دو سويت. بصح إذا استعملت الفيرب إتر أقول جو سوي أون رومي. Je suis enrhumé depuis hier. La fièvre. La fièvre, c'est la fièvre. Quand j'ai la fièvre, je prends de la paracétamol. Quand j'ai la fièvre, je prends de la باراسيتامول. باراسيتامول هي المكون الأساسي الذي نجده في دوليبران أو بارونتال أو أدوية من هذا النوع. إذا لا باراسيتامول هي جيدة جدا بالنسبة للا فيفر، إلى أنه آخر تحذير بالنسبة للباراسيتامول أنه ما خصناش ناخذها بشكل كثير، لأنها تؤدي إلى سكون أبل ليباتيت اللي شفناها من قبل، بمعنى التهاب الكبد، والتهاب الكبد هو مرض خطير. دونك الباراسيتامول تاخذه عند الحاجة وعند الضرورة القصوى.
Donc, je reprends. La fièvre, bimana al-humma. Quand j'ai de la fièvre, je prends de la paracétamol. Il a brut n'goul, n'stamel un adjectif, ewad al-ism, ewad ad le nom la fièvre, akoul, quand je suis fiévreux. Quand je suis fiévreux, je prends de la paracétamol. La grippe, ce n'est pas un rhume. C'est un état avancé par rapport au rhume. Mais maintenant, il y a un insan marié dans l'acteur ou il y a un galiban, mais il y a un tarif al-ferash. Il y a un arabia, l'influenza. Je suis grippé. Je suis grippé, mais maintenant j'ai la grippe. Donc, ou bien j'ai la grippe, ou bien je suis grippé. Je suis grippé, ça veut dire ana mosab bil influenza. Il a quand c'est au féminin, grippé, غادي نزيد ليها واحد الاو باش يرجع ليا l'adjectif au féminin. Donc, la grippe, il y a l'influenza, je suis grippé, ou là, j'ai la grippe. La dépression. La dépression, hala يجب ان نحتاط منها لانه غالبا ما تقع بالمشاكل التي تتراكم على الانسان، وبالتالي كل حاجه عندها حل والزمن كفيل بحل جميع مشاكل الدنيا. اذا فلا داعي لان يسقط الانسان في هذا الفخ ديال لا ديبرسيون. لا ديبرسيون بيان سور هي الاكتئاب. فاقول الى بغيت نستعمل ان ادجكتيف غادي نقول إلي ديبريمي او لا جو سوي ديبريمي. Je suis déprimé. Ou j'ai la dépression. La dépression, ce qu'on appelle les idées noires. L'afkar souda, qui est très bien, l'insan farazir, qui est un mouche qui est obsède, qui est prêt, j'ai oublié l'afkar souda, qui est l'insan qui est le mousse, ou ce n'est pas le mal, ou qui est prêt, le coulou chez une aswad ou sawad, fi sawad, et d'ailleurs, qui est j'ai beau un nahtat, mais la dépression. Donc, à quoi j'ai la dépression, ou bien mon ami a une dépression, ou bien il a fait une dépression. Par exemple, il a fait une dépression, ou là, il est déprimé. Donc, à quoi je fais, il a fait une dépression, ou bien il est déprimé. Il n'a pas mukta'ib. La kalima al-akhira, ou bien l'insomnie, ou bien le marad, asbaha sha'i'an, kathiran. الهاتف النقال كيلعب دور كثيرا كسبب في هذا النوع من الأمراض. دونك لانسومني وهو غياب النوم، يعني الإنسان لا يستطيع أن ينام مهما فعل حتى وإن أخذ أقراص منومة. دونك لانسومني هي الأرق، يعني انعدام النوم أو عدم استطاعة النوم ليلا. أقول il souffre d'insomnie بمعنى يعاني من الأرق. Il souffre d'insomnie. Yuhani min al-araq. Le nom c'est l'insomnie. Ou huwa al-araq. Ou huwa adam an-nam. Ou l'insan ladi la yastati'u an yanam. Ila huna akhulu lakum shukran. Ma tinsawch tdaamouna ou tchtarkou ma'ana. Ou tfa'alou jaras li yasilkoum koul jadid. Merci tout le monde et à la prochaine vidéo. Inch'Allah.